السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، أولياء الأمور الكرماء، أهلا بكم وكل متابعي وكل المشتركين على قناتنا، قناة مستر محمد السيد أونلاين. بنشكر لكم جميعا ثقتكم بنا وثقتكم فينا على ما نقدمه لكم من فيديوهات تعليمية، ولكي ننهض بالمستوى التعليمي بالجرامر بالقواعد الإنجليزية اللي بتمثل صعوبة على أبنائنا. النهاردة إن شاء الله بناخد زمن اسمه The Present Continuous Tense، الزمن المضارع المستمر اللي بيعبر عن إن في حاجة مستمرة وأنا بتكلم، في حاجة مستمرة وأنا بتكلم. يعني مثلا I am talking، أنا عمال بتكلم. He is running، هو عمال بيجري. كل زمن زي ما احنا اتفقنا ليه شكل وليه تركيبة خاصة بيه. كل زمن من الأزمنة ليه الكلمات المفتاحية المعبرة عنه اللي مستخدمة له. خلي بالنا من الكلمات المفتاحية، عندي كلمة زي كلمة now، كلمة now وبعض الكلمات الأخرى هنتعرف عليها يا جماعة بعد شوية لما نلتقي مع زميلتنا فاطمة. بطة يا جماعة، I'm sorry، فاطمة يا جماعة هتقول لنا دلوقتي الزمن المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ الفيرب to be ing. بيتكون فعلا المضارع المستمر من الفيرب to be زائد فعل ing. طب الفيرب to be ده ينقسم الى مين ومين؟ am و is و are. am و is و are لما انا اشوفهم في جملة بحط وراهم ايه؟ ing. لا، بحط وراهم الفعل الاول والفعل بحط له ing. طيب ايه الكلمات يا فاطمة اللي تستخدم للتعبير عن المضارع المستمر؟ now بمعنى الان، at the moment في هذه اللحظة، at present في الوقت الحاضر. اهم حاجة اقولها لاصدقائي واصحابي، لما تشوف الverb to be حط الفعل ing. تعالوا نطبق الكلام ده على الامثلة اللي قدامنا. I am my homework now. دلوقتي عايزين نحط الفعل do في الشكل المناسب. المفروض بقى يبقى الحل الصحيح يبقى I am doing my homework now. I am doing my homework now. I am doing my homework now. Very good, Fatima. Read number two. Ali is at the moment. استني كده يا بطة لو سمحت يا فاطمة. دلوقتي الجملة ديت في أنهي زمن؟ في زمن المضارع البسيط المستمر. الزمن المضارع المستمر مش البسيط. عرفت ازاي انه مستمر؟ لأن في فعل إز. لا، في حاجة تانية في الآخر. إيه هي؟ The moment. At the moment. اسمها إيه؟ At the moment. يعني إيه at the moment؟ في هذه اللحظة. في هذه اللحظة. أو عندنا كلمة now، يبقى نعرف على طول إن ده مضارع إيه؟ مستمر. مستمر. يبقى علي is. يلا نصلح الفعل sleep. علي is sleeping at the moment. علي is sleeping at the moment. يبقى وانا بتكلم علي نايم، بيبقى نايم. يلا نختم بالجملة الثالثة. Where are you not? برافو. ايه الفعل بين اقواس؟ الفعل بين اقواس go. Go. طب دلوقتي عايزين نصلح go. هتبقى going. Going. ايه اللي على بعضها؟ Where are you going? ايه معنى بقى where are you going؟ اين انت تذهب. برافو. الى اين انت ذاهب؟ يعني انت رايح فين ايه دلوقتي؟ انت رايح فين دلوقتي؟ هتقول لي يا مستر ما هو ما فيش هنا في السؤال دوت لا ناو ولا ات ذا مومنت ولا ات بريزنت ولا اي كلمه معبره عن المضارع المستمر. اقول لك ما فيش اي مشكله خالص، انت عندك فيرب تو بي، ولما نشوف الفيرب تو بي حط الفعل عين جي. لما تشوف الفيرب تو بي حط الفعل بعين جي. طب سؤال مهم يا فاطمة، احنا لما نيجي نحط ing للفعل، الفعل ده بيكون تصريف اول ولا تاني ولا تالت؟ التصريف الاول. برافو. التصريف الاول هو اللي بنسميه الايه؟ المضارع البسيط المصدر. يبقى التصريف الاول هو ايه؟ المصدر. يبقى ing بتضاف لمين؟ للمصدر. ing تضاف للمصدر. اي اضافة بتكون لمين؟ للمصدر. احنا دلوقتي الاغنيه اللي خدناها النهارده، السيمفونيه النهارده، لما تشوف الفيرب تو بي حط الفعل اي ان جي. لما تشوف الفيرب تو بي حط الفعل اي ان جي.
وفي الاخر يا جماعة اتمنى انكم انتوا تكونوا فعلا استفدتوا من الفيديو بتاعنا. لو انتوا استفدتوا من الفعل بتاعنا هنعمل ايه؟ نعمل لايك. نعمل لايك للفيديو ونعمل اشتراك للفيديو وندوس على علامة ايه؟ الاشتراك والجرس. ندوس على الاشتراك الاول وبعدها طبعا الجرس. الجرس مهم جدا، يعني خلي بالنا من خيانة اسمها خيانة الكل، عشان كل اصداراتنا كل فيديوهاتنا توصلك بعد ما نعمل اللايك والاشتراك والجرس. لازم نشير فيديوهاتنا لكل اصدقائنا وحبايبنا. يا رب نكون فعلا قدمنا لكم معلومه مفيده النهارده. اللي احنا قلناها النهارده لما تشوف الفيرب تو بي حط الفعل اي ان جي، لما تشوف الفيرب تو بي حط الفعل اي ان جي. انا عايزك يا اللي بتشاهدني دلوقتي، انا عايزك يا بنتي، انا عايزك يا ابني النهارده تغنيها وتلعلع البيت والشقه بيها. انا عايز لما ماما او بابا يقولوا عليك انت اتجننت، اعرف خلاص انك انت بقيت ممتاز في اللغه الانجليزيه. جود باي.